السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله صباح العنقور، صباح الموز، صباح الكمثرى، صباح الخوخ، صباح البيري، صباح التين، صباح التفاح، صباح المشمش، صباح كل هالفواكه الفنانة وكل الشكريج. المهم صبحكم الله بالخير. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منتم صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، صباح الورد المنثور. الوصف البارحي كلو بيلوفة عن حدي ويشوفه، كلو بيلوفة عن حدي ويشوفه. لها قصة، هبل مني والدرب، لا هذه قصة. والوصف ما بكلو بيلوفة، كلوها بيلوفة عني ريلي ويشوفة. كلوها هي حرمة لعد الوصف، هذا حرمة، وتقول كلوها بيلوفة عني ريلي ويشوفة. في الزمان الأولي طالت عماركم هاريال، وفي طرف البيت زارع شيرة يح. المهم الله راد وثمرت هاي الشيرة، زهرت وثمرت وكبرت، والله طرح فيها البركة وتاحت يميع اليح. المهم بخير الريال هذا ما يندي ما يندي ما يبول علي ريح. الله يعز ملك السامعين، بعد الوصل ما ينقال ما يبول علي ريح. المهم هذا قلت، هذا حين ظهر وأنا ما بصل لهذا السنابة. المهم ما يندي بخير أبخل ما خلق الله، وهو ظاهر عاد يوصي حرمته بزوالك، قطع صيبك ونصيبك من الدنيا. اسم حرمته ميره، ميروه قطع صيبك ونصيبك من الدنيا يا ميره، ان رديت القط وحده منها ناقصه، وحده منها ليح ناقصه، كان 13 ليح. ها من كبير وصغير، كبير وصغير. المهم هو يترياهن عاده يزمط بهن قدام الربع. المهم انه بخيل هذا الريال، الريال اسمه حميد واسم حرمته ميره. حميد ساري ترزق، قالت حيدوا الأول العالم من تصبح الصبح، ظهرت لو ما عندها شغل لو ما عندها دوام، يظهروا من البيوت، ما حد يتم في البيت إلا الحريم، عيب الريال يتم في البيت لو حتى ما عنده مهر، ما عنده ضمن، ما عنده شغلة، يصير يقولون ساير فلان يترزق الله، يتكدش يعني يدور رزقه ونصيبه، ما ييلس في البيت، اليلسة الأول فقط للنساء، عيب الريال ييلس في البيت. من يشوف الريال يالس في البيت قالوا يعني أبوك ما تخيل حريموه، أنت حرمة دومك إلا في البيت، دومك البيت، فلذلك عيب على الريال يلسة البيت الأول. لين اليوم يعني الريال مفروض إنه ما يجلس، الريال يترزق الله ويكد يوم ما بالمهر العود، المهر اللي الكبير، يوم ما بالمهر قصدي الكبير، المهر الصغير يعني قبض الهزيلة لين تلحق السمين. المهم سار حميد يترزق الله، طالت عمركم وظهر. المهم خالفها حريم أربع لو خمس، وتلومت ميرة هي انهيارات، تتلومت لا شيء صح، لا شيء رطبة، لا شيء مني، لا شيء منك، لا شيء ميوة، لا قوطي عناص، لا شيء، لا قوطي خوخ، ما شيء الأول. هذا كله اللي تشوفون الأول وقت الأول يبون معلبات، الخوخ والمشمش وهاي الأشياء كلها معلبات، سبحان الله. لكن الله سبحانه وتعالى أرخى على المسلمين الحين، وتغديرت الأمور من حال إلى حال، فضل من الله سبحانه وتعالى. ولئن شكرتم لأزيدنكم، يا رب العالمين كلام الله سبحانه وتعالى، لازم الإنسان يقول الحمد لله. الأول هالدنيا هاليتنا ما شافوها، يسمعوا بها عايشين فيها الناس اللي من غير هالبلد، لك أن نحن هاليتنا ما يشوفونهن في التلفزيون في الصور، ويخبرونهن ويخبرونهم التيار والليون من السفرات من الأسفار شرق وغرب، يابوا لهم الأخبار، شفنا هذا شفنا هذا بعد ما يرمون يبولهن يبون حق عيالهم وهلهم من هالميوات والسبشو طول فترة السفر، ويخترب أغلب هالفواكه وهالميوات ما قد شافوها، يشوفونها معلبات. المهم طالت عماركم، حميد ظهر سار يترزق الله، خالف أنا أقول لكم أربع لو خمس حرمات على عليك أنت يا أميرة، تلومت ما عندها شيء تحط لها، ما عندها شيء أبدا قدام فنيا القهوة، قدام فنيا القهوة ما شيء عندها شيء، نشت أبوي السجدة لشيرات اليح وتقص لها يح وتقطعها وتحط لهن إياها في كاب صحن هناك، بعد ما في صحن على في على طرف سرود، سرود قصت أبوي ليح وقطعته وعندك دونك وكل عدو هن ياكن، تقولهن كلنها بيلوفة عني ريلي ويشوفة. هن عاد الحرمات هاك يعرفن أن الريل بخيل، كلنها بيلوفة الحريم كلهن تمن ياكلنها بيلوفة، وياكلن حتى البدر اللي فيها، وياكلن اللب والبدر والقرف كله هي ياكلن، لو ما حد يقول شيء. وحدة منهن شوية جمبازية من الحرمات هايل، راعية مسخرة
خلت ابوي ولف في يلف من اللي يلوف في مجنح شيلته وهي ظاهره، ويوم ظهر الحرمات كلهم سكران الباب. عق يلافت اللي يحج قدام على الرمله، يوم يا حميد من من الس من الس من من خاري، ولانه يلافت اللي يحه قدام الباب، ويف عقب ما شاف المنظر المؤلم هو هذا بالنسبه له، يني نونه ما يشوف اللي قدامه، دخل وازمه الا السيف لي والترس لك، السيف لي والترس لك، السيف لي والترس لك، يود ابوك عن اخوك، صك وحك صوتهم حسهم وصل اخر الدنيا. وفشل ما خلى شيء اذن عليها اذان مكاوي، والسب شو اللي يحه. ومن الكلام عاد اللي اويع حميد من حرم تميره، قالت وقالت اخر شيء فيه كانت تقول له يا البخيل يا الزطي يا المطفخ. ها انا بخيل؟ افتر عاد عليها وقال لها هالكلمتين اللي حبيت تسمعونها. الاوليين كلهم ترى هالمعنه وهالاصول، لو الواحد يستوي بينه وبين حرم تصك وحك، ما حد من اللي برا لا من هلو ولا من هلا يدروب بالموضوع هذا، ويتعاطون في الرمسات ويتدافنون، وعندك ودونك ما واحد فيهم يغضب خاطر الثاني، ما يمسي عليهم نهار ثاني ولا يومين ثلاثة، انكثروا أسبوع ويتراضون، ما بالحين سنين تخف على النقمات والزعلات، وكل واحد يتبيت في بقعة، وكل واحد يبات في مكان، وكل واحد يبات في بيت، وكل يظهر وكل يعني الحقيقة كل تتبيت الحرمة في الفنادق، والريال ينقم البيت ويظهر يودر عياله ويتبيت يعني مصايب لا لا لم ينزل الله بها من سلطان. فالأوليين 99% منهم رمستهم ومعايرهم جميل جميل، لدرجة أنهم يتعايرون بكلمات القصائد بالقصيد، المعاير بالقصيد، القصيد الجميل اللي ما فيه تجريح، اللي ما فيه كلام جارح. فقالها ما أخذنك من ناس أخيار، وتحرات عمار للدار، يعلمك وبوت النار مثل ما بلوني بت، ما أخذنك من ناس أخيار، وتحرات عمار الدار، يعلمك وبوت النار مثل ما بلوني بت. شو ردت عاد عليه وقالت ما أخذت إنك أيام الصيف، وتحراك تكرم الضيف، يعلمك وبوك السيف مثل ما بلوني بك. نشوا عادوا وتناقموا وتزاعلوا، يوم خطف نهار الأولي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، نهار سابع ولأنه جالس يسحي راسه الطرف هذاك، الطرف هذاك الأول يسوون ذروة، العرب ذروة ولا فروة يسمونها، ويسحي راسه وراسه أبدأ لين محزم، لين المحزم يسحي راسه بمشط، يسحي راسه وهي عاد ما بصابر عن ريل بتموت. حميد حميد طول وعرض وشكل وقهمة رفيع هاك الجسم الفنان، يوم يمشي يهتز من طوله، فغنوا عليه هاك الزمان حميد ليه من مشى يهتز من طوله، وطوله شرات السيف من طوله. المهم من هالغنى الأول يغنون على حميد الأول، كل طويل يغنون عليه الأول، ما غنوا على القصير العقمة، غنوا على الطوال، ما حد يغني على القصار حليلهم. فالفقيرة تبى الريل ما تصبر عنه. يوم حادث ياس هناك من تطب يسحي راسه، قالت له قالت له يالس يسحي فروته، يتحرى ميره تعشقه، ما يعشقه إلا البعر، والبعر يتنشقه. رد عاد عليها هو فر عينه منك عليها، وكان يقولها البعر مصباح بوت، يوم يصلي يحسبه. نشوا عاده وتراضوا، وكفى الله المؤمنين القتال، خلص وتراضوا ميره ويا حميد، وبس هاي قصه الوصف اللي يقول كلوبي لوفه عني ريلي ويشوفه يطري اليح عاده، وكثره الاقاويل وكثره الخراريف وكثره الرمسات، مثل ما قلنا لكم ما اي وصف من فراغ ولا اي مثل من الدرب، كل وصف من وصوفنا نحن في الجزيرة العربية، خصوصا في إماراتي الحبيبة، كل وصف له مليون معنى وله مليون قصة ومليون سالفة، وكلها من الحياة ومن الواقع. الله يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ بلدان الخليج كلهم، ويحفظ كل مسلم يا رب العالمين، ويحقن دماء المسلمين أينما كانوا،
يحفظ أمة لا إله إلا الله، والعالم كلهم يعيشون بسلام وسعادة وخير وفضل من الله، وتكافينا شر الحروب والغضب وهالبالدسائس والفتن، واللي يبون يسوون الفرقة واللي يبون يسوون القرقعة. ماشي إشارات المخوة والصداقة والجيرة الطيبة، إن كان بين الأفراد ولا إن كان بين البلدان ولا بين الشعوب ولا بين الأديان. هذه عيشة الواحد يعيشها بسلام وفرح، عيزة من الأحزان وعيزنا يا أبوكم من القال والقيل والصدع والديار والخصامات وحياكة المكائد هذه. واللي عندك كلمة طيبة دخيل والديكم يقولها في هالأيام المبروكة، واللي عندك كلام شر بس الشر بحياته شوف الدنيا اتدمرت شرق وغرب البلد. ليه من غير كلها اللي بقت الضيام فيها غدت هشيم من عقب ما بلدانهم تنضرب فيها الوصوف والامثال. الحمد لله رب العالمين، قضاء الله وقدره رب العالمين، ان شاء الله بيعوض كل انسان فقد اخ ولا حبيب ولا صاحب ولا صديق، ام ولا ابو، ارض ولا خير ولا حلال ولا مال ولا نعمه انعم الله فيها عليه، والله خذها ان الله بيعوضه ان شاء الله يعوض الخير، ان كان في بلادنا ولا بلاد غيرنا ولا اي بلاد ان كانت. هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى ورب العالمين، بس هذه عظة. فيجب علينا نحن كشعوب حاليا اللي الحمد لله أمورنا طيبة نتحد، ولازم ما نسمع القال والقيل ونطب تويتر ونطب السوشيال ميديا ونسمع الكلام الحلو الفنان الطيب، الكلام اللي فيه خير، الكلام اللي فيه خير، ويؤخذ الكلام طالت أعماركم من الناس، هل بالمعنى وهل بالأصول، ما ينخذ الكلام من الناس مبهمين الغجر الجنجل الحسابات الوهمية اللي قال فلان وقال علان، يدخلون من البلاد الفلانية ويظهرون من البلاد الفلانية يقولون نحن وهم لا من البلاد هذه ولا من البلاد هذه، وأغلبهم حتى عربي نفهمي هي والله. فهذا هم سبب إثارة الفتن بين الشعوب وبين الإخوان وبين الأهل. فدخيل والديكم بسنا من الصدع والديان، وبسنا من القال والقيل، وبسنا من الخراريف والدراريف اللي لا تودي ولا تيب، استنزفت الخيرات والفلوس والخيرات هذه كلها بدل ما تنفع للشعوب تمت حق الحروب، بدل ما تصير للشعوب صارت للحروب، والسب الشو والقال والقيل والتنقيل الرمسات والحكيات الخايسة هاي اللي ما لها أي داعي ولا لها أي أبوها أي معنى. حرام هالنمونة اللي يستوي عسب واحد سبال متفيج ما عنده شغل ولا ضمنه، أم يلا سبوي في زريب ولا في شرق ولا غرب ويارس يغرد، لا 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 يا ولد الحلال شوف الله وين عاقلنك. زاد رب العالمين خاص إنك خسية عاقلنك بين الـ بين بين البرايد وبين اليواني البعر والخياس، وفضل عنك ويا رسول الله بنقل الشغل، ترى ما شيء شغل، ما عندهم شيء يشغلهم ولا عندهم شيء انضاع شيء عندهم شيء يضيع، لا شغل ولا ضمن، ما عندهم إلا اليلسة والتبربير في تويتر وفي السوشيال ميديا والكلام القاصر لتحريض الشعوب وتغريض القلوب. والله العظيم يا هذي في الدرك الأسفل ليت والله من يهدني عليهم لجت لعظهم، بس عظ ما شيء طلق سلاح ولا ستي ولا بعظهم لين موتون تنهيش، كل واحد بعض في يرعوبته حق نفتك منهم يازم يتنشق دمامين، وظل عنهم عيزونا من القال والقيل، كل حد يرقع وحد يطر، حد يرقع وحد يطر. يا جماعة الخير خلوكم في الكلمة الطيبة وخلكم في الحال وضع الزين وخلكم في سلام وأمن وأمان. والله يا جماعة الخير عيزنا متى بترتاح العالم من هالصدع والديانة؟ منو يهون عليه يشوف اللواد متجتل؟ منو يهون عليه عنب ويعد؟ هن يعد الحين يوم يأكلن شيء ويتنفخ ويموت تتخلى تشوف زرب ميتات ثلاث أربعة روس فيه فاتصات ينيت أنت ينيت، ما بالك أوادم بايتي في بيوتهم يصبحون الصبح مجتلين في بيوتهم، هذا حرام لا يرضى لا الله ولا رسوله، هذا كله باتباع الكلام الفارط والمايل واللي ما له أي معنى. وي والله دراني ما أدري شو اللي خلاني فتلت هالفلتة كلها، يلا بسكب أنا الشلت جمد دلة. هذا أبو محمد يسلم عليكم يقولكم صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور، ومانا فاح فوح اللي هو ما قبل الغليان، وهذه قهوتنا طالت حماركم ثنيال وربع تقريبا او ثنيال وربع شويونه، انا احب القهوه الغليظه
أنا أقول ما داني هالهرر فيها. أورينا هذا على أعماركم مأخوذ من سيف جاليري أديسون. أديسون يس أديسون أديسون وعندهم الدين يا والدين. المهم ما بهذا موضوعنا، موضوعنا طلعت أعماركم اللي هو بحد من العرب يحط قهوة ويخلطوا وياها الزعفران والقناد والدنيا هاي كلها. أنا أشوف التصرف خاطئ. أنا روحي بنظرية، أنا أشوف التصرف مبعد، وحد يعيب وحد ما يعيب وكل بعقله راضي. أنا القهوة أطبخها روحها، ما عندي قهوة وفيها خلطة وفيها ملطة وفيها سلطة وما في قهوة، يعني قهوة صريح. هاي الأشياء اللي من غير خيارية، حد يعيب الزعفران والقناد والمسمار ولا يحطون وما ورد وما لقاح، أنا ما أحط شيء. أنا حط طالة عمكم زعفران ومسمار وحيل اللي هو القناد فقط، لا قير، وأحطه في بطن الدله ني، ما أطبخه لأن في حال أنك طبخته تخوز فايته الصحية والعطرية واللي هي فيها الفايدة، إنما بتطبخه خازت ريحته، لا بتقط فيه لا ريحة ولا لون ولا طعم. اما قيس الاسم انك انت حطيت زعفران وقناد ومسمار، طبخته خازت ريحته وفوائده الطبيه والعطريه. وهذا احنا طلعت عمارك خلي القهوه تطبخ. حد من العرب يحب اللي يحط المكونات هذه، وحد من العرب ما يحط. انا عن نفسي احب الزعفران وبكثره في القهوه بس، وفي الخبيص البلاليط هي نعم، لكن في غير في الاكل اللي من غير ابدا. وأحب القهوة فيها القناد وفيها المسمار وفيها الزعفران. تعجبني القهوة الغليظة، ما داني القهوة الرفيعة أبدا أبدا أبدا. أخلي القهوة طالت أعماركم من 3 إلى 5 دقائق تطابخ والتهادر، تتهادر وليت غدي ريحتها تعطعط، بصير يومين بسوي قهوة. أنت خادم ملجم قهوة، ما بملجم ماء ولا ملجم شيء عادي، لا قهوة لازم ريحة القهوة تعطر وتظهر الفقاعات هذه اللي تشوفونها، يوم تشوفون هالفقاعات تظهرها قالوا والله قمشت، هذه التقميشة معناته انضوي القهوة، زاهب القهوة، زاهبة رقم واحد وتجانست ويا الماء وأبدأ وادي رقم واحد. الحين القهوة طالت عماركم رقم واحد، ما يخلوها تطبخ القهوة نص ساعة وساعة وعشرين دقيقة، تقدم صبره. لذلك دوم العرب يوم بتيف وقفت دلتنا، ولا سربوا الدلة، وقفت الدلة، وقفت الدلة، القهوة زينة، والقهوة اللي ما بزينة خذوا فنيال نصف فنيال ودروا دلك في وجهك، تم طيح في كبدك القهوة، لأن مرة علقم منو يرومي تيرع العلقم، هاي الحين مرة القهوة ما شيء مشكلة، لكن ما بالمرة اللي هي تشري البلعوم تخليك ما تروم تاخذ فنيالين، لا انا قهوتي اخذ منها فنيالين وثلاث وحتى لين 11 عيله بس، ولجب الدله مره مرتين وثلاث، حط حواني ساعات محديين، ويوم ما حد يجي دلتي تسدني يوم اللي انا روحي حدي، انا فرين ثلاثه لازم تتلقى بالدله اكثر عن مره اسوي القهوه، لاني انا هالطريقتي على ما تشوف الحين القهوه وزاهبه خلاص، هذا حين اخر فور لها. هاي تقميشتها سمعتوا؟ روح 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 لله درك، روح روح هديسن روح. الحين طلعت عماركم هذا دله، انا ما غسلها دوم، ما غسلها دوم في الاسبوع مره ولا شبه مره، لان بس قهوه خاشوقه واحده وزعفران. أنا أحب الزعفران شوي يكون زيادة، أنا من الأساس أنا غير عن العرب زين، وهذا البسمار أنا ما تشوفون خلاص متريحين. هذا طلعت أعماركم من 3 إلى 4 دقائق، من ترك الدلة من يرك ترك القهوة زليناها، من تزلها شوي ريتها بالدلة وخليتها لمدة 10 دقائق، عقب ترد من تصير تصفو تبدي تتفنيل، اللي فنيح صاير وفنيال جاي، فنيال جاي وفنيال ساير، فنيال ساير وفنيال جاي.
قلنا الخبير سر انت واللي عندك من خبره وشو ليوه وشوفوا شو اللي يناسب فيها من الزراعه. رجع قالوا ما يناسب له شغل النخله. مره ما يناسب له شغل. في كل أرض فيها ماء وفيها تستوي الزراعة أنا بزرع هذا. دائما يوم أتذكر كلام الوالد وأشوف المزارع هي دخل وهي أمان استقرار. ما قاموا بأبان وصلوا إليه ونشوف نحن بدورنا الصغير بالنسبة لهم هم. لابد أن نكون متحمسين لتطوير البلد. لتطوير البلد. يحصد منها صاحبها خير والدر عليه بالخير. كل حي في أرض أباه يزرع. انتم مش غلطانين، هذا ابو محمد الجميل الزين الفنان المتناسق دائما وابدا. هذا ابو محمد لبست الانيقه تشخص متعدل وداز بالحيل كله، ركب كل شيء على كل شيء ومعدل ومزين بالزي الرسمي وفنان وقادي ما شاء الله عليه تحراها. ولي التوفيق اول ما طاح ولي التوفيق هالنمون عاد هو شوب ولا تميت. المهم فحين طلعت عبارتهم اني حضر الختام بدون ما تروح من السماطري منقود علي. هذا ختام ابوي بالجوائز بالمليارات بالملايين اليوروات، 5 مليار دولار. 5 مليار. الو من هل؟ مليون. شو؟ يورو. 5 مليون يورو؟ الجوائز اليوم 5 مليون يورو. فأنا بسير أبوي بحضر جوائز ب5 مليون يورو بدون ما تعطر بالشمطري. هذا أبوي اليوم أنا جايب وياي، أنا كل ما رايب شيء وياي. اليوم شمطري عوشه، شمطري شمسه، وشمطري عوشه، وشمطري ميره. فكل واحد مهن 10 مهن، لا بواحد ولا باثنينه، طايفة الشماطري 10. فلذلك كل يوم استعمل شيء، اليوم بحط 2
بخلط، بحط شمطري ميله، بحط شمطري شمسه، عوشه روحه 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 يعطعط عوشه، عوشه ما باله شيء وياه يوم بتروح منه، عوشه باكر بتروح منه يوم للطياره، لكن لليوم بتروح طالت اعماركم بحط من شمطري شمسه وشمطري ميله ان شاء الله. وهاي العطورات مجموعه شمطري طالت اعماركم هاي عطورات روحي مالي، هذا مش اعلان لفلان ولا العلان على عيني وراسي كل منهم جميع، لكن هاي عطورات روحي مالاتي، تعب سنين الله كلها تعب سنين هي خبرة سنين الطويلة ها لين تروح روحكم منن. وإن شاء الله اللي يبى بيطلب بيشوف شيء ما تتشافه ولا تدروحه لا عند زيد ولا عند عبيد بشهادة الجميع، وما حدش الطلب وخد إلا طلب مرة ثانية وثالثة ورابعة. هذا البراند مالي طالت أعماركم الحين من 5-6 سنين ما شاء الله عليه ماشيين مبيعات على قناة وساق يوصلون جميع أنحاء العالم. دخلوا الموقع بتشوفون مجموعة الشمطري بجميع روايحها من العطورات العربية والفرنسية، شيء خليط فرنسي وشيء طالت أعماركم عربي صريح، والعربي الصريح ما من العربي العادي، العربي المميز من خامر الريح. منو هاي ويانا؟ كم مايتي؟ عيستي هلا 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 يا الغنج والدلع يا ربي حلاتين غطيتي على الاولي والتالي. مرحبا مرحبا هاي لك ويانا الحريم. السلام عليكم. Are you with us؟ لا مو with us. ما بويانا يا الفضيحة احسن احب ارد امسح. لا حق تصويرته الحين شعري يقب والميك اب يسيح. اشوف ما لي معلم هلا انا مسكره خلاص. بونجور بونجور كمستكا مبوتي كل المواجهات يا الله. كيف حالك؟ شو رقاتكم البارحه؟ والله كلنا اكل ابوي بنتي هذا الله يرحم والديك تكلف التليفون ياسين نصور كلنا ما عليه حبيبي رقاد. اي بالاشاره. وين تعشيتوا؟ عشينا بمطعم صيني. هي كان زين والله هذا اللي متوفر. هي زين نحن عشاننا كان في منتهى الروعه مطعم ياخذ العقل اكله. فانا بس دوفر سول ما كان جيد. شنو دوفر سول سمكه؟ هي ما كان جيد. مش قضيه ما كان جيد يعني ما كان جيد متعود على الجشيد الطيب والشغل الحلو. شويه كان مسهج دوفر سول شوي مسهج سهج شوي زفار. تو عربي نفهمي؟ نعم نفهمه. انا ابو لي هالكثر انا ابو مسهج شنو يعني؟ سهج يعني زفار. زفار مسهج مو يحب يصعب الامور. ما صعب الامور اول بسهل لها. يا بلدك شرري. ايه كيف حالك؟ الله يلو الجنه ما شاء الله. طريق طريق طريق. وين تحين الريل ياخذ لك يمي عم جبري؟ خليني الحين اول بعدين. السنابات الحلوه عندك خليني اصور شيء حلو. صبري بعطيك اللي تبينه. المهم الريل ابوي ماخذ لك متكسر ومتيبر ومتدين ومتحين وعاصر عمره عصار وماخذ لك يمي الصوغ والمجوهرات. ولا شفتك عند شعيب ولا غيره اللي تعزرين عليه الفقير عنده ما عنده. ياخذ لك وساعات ياخر الاقساط مال البنيان وكل شيء الا لاجلك انت. ما فضحتي هاي حقيقة وأنا واجب عليها تعذر علي ياخذ لها ويوم ياخذ لها. ها شو جطل عشان بيلبسوني حتى سلسلة ما شيء خاتم ما شيء. فجرية انتي فراشة انتي فراشة هذا وانتي ملياردير عندك مال المؤمنين والمؤمنات. بيلبسوني هنا راوي راوي الساعة راوي الساعة راوي الساعة شو طلعني؟ لا هذه غرب الله غرب الله تشيوخي ساعة بس اولد موني ما شاء الله عليك الله يحفظك ان شاء الله ويبارك فيك. اولد موني بيزات قديمة؟ قديمة متعودين فما ورث ورث هاي ما ورثتها؟ لا ها شو شلون اسرع العزيز؟ يعني الذوق اللي يعني هذا يعني مينيمال من اجداد اجداد اجدادهم عندهم فلوس يحبون الاشياء البسيطه ما يحبون البهرجه الزايده. هذا الشعيب يعني هيك مريه الحين ما يصير. هي هذا وقت خيول ودك وميالس وخيار سالفه جورجينا ما عليك باس. المهم انت الحين سعيده وبشوفتك؟ ايه اسعد خلق الله. الله يرحم والديك خديجه ان شاء الله. انا بعد مسرور وسعيد بشوفك. شوف يا اخي ترى احبه والله العظيم انسان هو يمسك التليفون يمدح اللي قدامه. الحين عاد دوري خليني اعطيك حقك. قلب ابيض عقل يوزن بلد انسان يحب الخير للكل. ما يبخل بالنصيحه جايتك هذه. يحب الخير للكل
يعني مو من النوع اللي يعني انا وبس انا اللي اظهره، بس يحب يشل الكل وياه، يبرز الكل وياه، وجوده في كل مكان نجاح للمكان. والاخير يعني في هالمديح كله، الاخير في هالمديح عطني مليون سلف والخيبة. انا قلت بخاطري بعد شوي، انا ابوي قايل لكم ما داني لي تدور السلف وليد الاول العرض، تعال بخبركم، تعال اكفلني في البنك، وتعال يجيب جوازك اكفلني مسوي شيء في الشرطه. لا الاول تكينا من يجيب جوازك وتعال اكفلني انا. لا هاي الاول من سنين الثمانينات سوابق اي عبالي يعني بشكل هاك الايام كم حد استوت عليه مشكله. قال الثاني جوازك وين؟ قال جوازي في البيت. قال يجيب تعال في المخفر ميوت. عاد شو صارك عنز؟ انا ارد لك يوم دبل. الله يحفظك. البداية والنهاية إن شاء الله تبشروها إن شاء الله تكون، وهميس بيكون شيء جميل وفنان ومميز إن شاء الله. هاي فرحة الجميع قبل لحد ونحد الحين هذاك بريجة. كله شعار هالقطر ما شاء الله عليهم، والعربة والدنيا والألوان والزي والعالم. ها
الطريق ما شاء الله على قدم وساق، دل يدل على ما شاء الله التمكن والإدارة والداعي اللي وصل للعرب هاي كلها، والبطولة اللي ما لها من أهمية، والترتيب ما شاء الله وسلاسة الدخول والخروج من وإلى الموقع ما شاء الله شيء جميل وفنان. فما شاء الله يعني على كثر العالم ما شيء زحمة يعني أنك أنت تروم تتأخر في الدخلة والظهرة، كلها انسيابية في الدخول والخروج. وصلنا طالة عماركم في نص هالأمم اللي تشوفونها، في نص هالأمم. ها يوم بطولة يعني بطولة، بطولة عالمية، وهذا آخر الموسم. نحن طالة عماركم اليوم جلستنا في هالمكان المميز، هذا صالون ريبوت. هذا مصور رئيسي، هذا أنا ما بسير قبل حضر أبوي أول رئيس. إيه جين برق هذا. نحن موقعنا نحن إيه مكان مايشل، ها أمم ايضا. شوف الخيام اكثرها، ضيت العرب، ضيت الواد مضي ما شاء الله عليهم. ايه ما شاء الله عليك يا ابو محمد، ترى والله العظيم اللي اسوي سوالف فيها. يا على طارق عماركم من اللي فوق ما يخلصون من الشوط مره دخلوهم سووا لهم عرض داخل في الحلقه الداخليه. وازم ابوي عاده هل ملاك الخيل يطمشون يتفرجوا يشوفون امجادهم فرحتهم. هذا ها عم اللي فازوا، اللي فازوا يظهرون خاري عاده يطلعون خيلهم. ايه دافعين ملايين مسافين. من انت ابوي؟ شو اسمك انت؟ حمزه. حمزة من هالعمان. من هالعمان. من وين في عمان؟ من مسقط. شو تسوي التاني؟ جاي مشاركين. شو عندكم؟ خيل. ما لا في. لا مال الشباب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. شوط العربية. إن شاء الله. الله يوفقك. الله يوفقك. آمين يا رب. في وين ساكنين في مسقط؟ في القرم. ما شاء الله. تدري الأسبوع الجاي بكون في القرم؟ شرفت. إيه إن شاء الله. تسلم الله يخليك. أحمد عبد الله مسؤول توكنكتو، هو اللي قابل الإدارة والتنسيق عن ييتنا وسيارتنا وسفرنا من بلاد لين آخر. أحمد وعبد الله أحينا، نحن أحي في هالموقع في هالمكان. عدلي الموضوع كله من أولي لين آخر. من أولي لآخر. أنت حضرت جودود. هنا جودود يعتبر اللي في لندن. اللي في لندن كان قبل مهرجان جودود قبل شهرين شهر ونص. هذا الماسة الأولى من التاج الثلاثي. اليوم احنا مع الماسة الثانية من التاج الثلاثي. وين الماسة الثالثة بتكون؟ في قطاع
قطر؟ في قطر شهر 2. ايوه. لكن هذا السباق يعد واحد من اهم سباقات العالم لان نهايه الموسم يوم الساعه 4:30 بتوقيت باريس السباق الاهم اللي هو سباق جائزه قطر موسم النصر اللي قيمة الفائز فيه 5 مليون يورو. يورو ولا ريال؟ يورو. يورو؟ يورو. يا رب شيء حسن منه. يورو. الاسم فيه واو. ما بريال. يورو ولا لا ريال ولا درهم ولا درهم ولا شيء. يا ربي يورو. يورو يورو زين. ايه خمسة مليون يورو زين. على الرغم ان احنا اصلا منو هاي الخمسة مليون الفائز بالمركز الاول الاول وين بيندفع؟ عدي نقدي على المنصة اليوم. اليوم هذا بالتالي 30 اللي بهيك قطر 30 خذ المواسة الأولى في جدول، خذ المواسة الثانية اليوم، والوعد في قطر جائزة غير بعد. أيوة أنا تحرّد يعني خمسة هايين. إيه. 5 مليون هايين. الخمسة هذيلا بس حق باريس. أيوة ما بحس ما بال ال مو بالتاج الثلاثي جائزة غير. بعد. شوف أنت. طيب. هذه الفكرة. كلها مبتدعة من نادي قطر للسباق الفروسية. هجيت عندهم قرب الله تعدوهم. الله. وين 5 مليون يورو على حينه. ايه. الباجيات من غير اللي بيجي نقسمه في الدوحه ان شاء الله. شوف انت زين. ايه. زين اليوم هذا. نعم. الفايز الاول 5 مليون. نعم. يورو. نعم. الفايز الثاني عاد الله وياه. في هذه السباقات ابو محمد الثاني والاخير مثل والله الاول هو الاول بس. ترشيحات لمنو؟ ترشيحات نقولها الله يسلمك بمجرد ما احنا نعرفه الحين بس المطر يخف علينا. ايه ايه مطر وخير زين. استمتع فيه ولا مو مستمتع؟ استمتع لا الله. زين ترشيح لمنو؟ منو اللي مشاركين؟ الدول؟ الدول كم شوط اليوم؟ نبغى الحين تعد علي البرنامج المشاركات كلها من اولها لاخرها. ابو عبد الله عد لي اليوم الاشواط الله يسلمك في 9 سباقات. نعم. ولكن السباقات اللي تحت الرعايه القطريه عباره عن عندنا جائزه قطر مارسيل بوساك اللي انطلق من شوي، عندنا السباق الثاني اسمه جائزه قطر جون لوك لاغادير بينطلق الساعه 2:30 قبل ربع ساعه من الحين. ايه. استراحه في السباق الثالث، نرجع في السباق الرابع الساعه 5:45 اللي هو كاس قطر العالمي للخيل العربية الأصيل. لكن الساعة 4:30 نحن على موعد مع سباق جائزة قطر قوس النصر الساعة 4:30. هذا السباق اللي قلنا عنه الفائز فيه بخمسة مليون والمرشح الكبير له الغدير ملك مربط الشيك مرشح في هذا السباق. بالإضافة إلى عندنا كذلك جائزة قطر لفوري وقطر جراند اونت كيب فلاير وجائزة قطر لابلاس. يعني من 9 سباقات عندنا 6 سباقات برعاية قطرية. زين لكن أهمهن هو اللي قوس النصر. قوس النصر زين حمد عني عسب. نعم ساعة 4:30 المشاركين في قوس النصر أبرزهم. ايه. مشاركة من الغدير. نعم. الغدير من مربط الشق. زين هذا واحد. نعم. والثاني والثالث والرابع. احنا متأملين نشوف خيلنا تاخذ جائزة اليوم. زين ما عليه لكن بنعرف الباجين منو اللي تشاركين. المشاركين الثانيين؟ هي ويانا من الخليج العربي كافة. نعم. من الإمارات ومن السعودية ومن الدول الأوروبية. أها. ومن أمريكا. كم خير بيكون في النهائي اللي هو؟ النهائي العدد صراحة مو عندنا الحين ممكن نشوفه بالكتاب، لكن كثير من المرابط الخليجية والعالمية اليوم مشاركة على هذا السباق. اللي هو الأقوى والحاصل على 5 مراكب محمد أفضل سباق في العالم 5 مرات. بارك الله. السباق هذا واليوم الجوائز تخيل أنها توصل إلى 7 مليون يورو يوم. يعني شوط الخيل العربية الأصيلة جوائزها أبو محمد توصل إلى 1 مليون يورو. نعم. ثيرد برد توصل جوائز ممكن توصل جائزة الشوط هذا 5 مليون يورو. يعني هذه كلها الحين تبدأ الحين. باقي تقريبا حوالي 5 أو 6 أشواط بالضبط. نعم. وفيها المنافسة الله معركة. نشوفها بعدين. أعرف الشوط اللي بالملايين هذا العود مع قوس النصر. ثيرد برد. ثيرد برد هذا منو اللي مشارك فيه؟ أول فايز مرشح غدير. لحظة فيه مربط ياس بعد مشاركين مربط مرابط كذلك. تقدر تتأكد قص هذه. يلا.
بسعيد ترى انا ما قصيته قلت لي قص ليت قصها كل ما قلنا شيء علشان اعطي المعلومات الصحيحه ما علي كل زين طيب شق نعم وذنان من قطر نعم ياس من ابو ظبي نعم جودلفن من دبي نعم وايرلندا وامريكا وغيرها من المرابط الاخرى لكن من اهم المرابط المنافسه القويه صراحه من بين هذه المرابط الأربعة وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. آمين يا رب. الله يوفقنا وياك. الله يسر. الله القبيعي فارس وعضو الجمعية البريطانية للخيول. يا أهلا وسهلا. شو بتخبرني عن أهمية هذا الحدث اللي نحن فيه؟ أول شيء أنت شو سويت؟ طلعت معك أمس جوالي ما وقف من أمس. الله يبارك فيك. كلهم يقولون شفناك عند خالد الخيول. أي والله العظيم. هذا دل على شيء دل على سنابك المؤثر والقوي. الله يرحم والديك. وشكرا للكونكت اللي تواصلوا معاك وكنت من ضمن هذا الحدث. جزاك الله خير. أنا فارس ومدرب وعضو الجمعية البريطانية للخيول. نعم. قيمي هنا في فرنسا مع خيولي. نعم. ومهتم بمجال الخيول. شو أهمية هذا الحدث اللي نحن فيه؟ هذا هدف عظيم يا أخي ترى هذا الحدث من 15 سنة الأخوان نعم. في قطر مسوين رعاية هذا وصول أنت لو لاحظت دمج الثقافة نعم. مع الفروسية هذا شيء جميل لو تطلع برا وكيف شفت تصورت الخيام نعم. القطري وعندنا نتكلم كخليجيين نعم. بصراحة قدروا يوصلون مواصيل كبيرة للجمهور الفرنسي عن طريق هذا السباق 15 نعم. سنة ترى مي سهلة نعم. وفي قلب فرنسا وتغير من قوس النصر إلى تغير إلى قوس النصر قطر نعم. هذا شيء رعاية عظيمة نعم. جدا والله شو أهمية الحدث هذا اللي نحن فيه هذا حدث عظيم وإن نسميه ختامها مسك لأنه ختام سباقات الخيل يعتبر نعم. هو قوس النصر عقد الخيول حدث متابع من جميع الفرنسيين نعم. برعاية قلب فرنسا فرنسا قالوب بعدهم هذا الجمهور الفرنسي والملاك الفرنسيين يحرصون على الحضور نعم. جوائز الكبيرة كمان هي هي. جوائز كبيرة وحضور مشرف احنا اللي تشرف كخليجيين نعم. بهذه الرعاية القطرية هل ما قصر هل فيكم مراهنات على السباق هذا والله اكيد بالنسبة للفرنسيين لكن احنا كمسلمين لا والله احنا محبين للخير نعم. محبين لهذا الكائن الجميل نعم. ندعم اي توجه للخيل وخاصة من العربية الأخوان في قطر والأخوان يا حبيبي وهذه الرعاية مهمة جدا وأنا من خلال سنابك ودي أوجه شكر وتقدير الأخوان في قطر وعلى رأسهم سمو الشيخ جوعان صراحة هذا الحدث أنا كشخص وكمهتم بمجال الفروسية أحضر كل سنة وأتمنى دائما هذه الاستمرارية لأن صراحة هي تنقل الإيمج الجميلة لدولنا الخليجية بتمثيل كبير في مجال الفروسية هذا يسمونه صحبة وقوة ناعمة أن نقول إحنا الخليجيين موجودين في مجال عريق مع مجموعة عريقة من الملاك والخيول في العالم Très notamment le numéro 5 Chessa ou encore le 11 Parida et même le numéro 3 toujours à l'avantage avec un commercial de position numéro 10 Aldo en troisième position numéro 2 Chaud ou la chaud ابتدت الأشواط ابتدى العالم تتريق المنصات ابتدى حين الناس يجهزون عمارهم طالت عمارهم للمشاركة كلهم ملاك خيل كلها اللي تشوفون ملاك خيل أمم بقولكم أمم ما بملايين أمم Four, nine, six, four, wow, yes!
دكتور. هلا. الحين بالله عليك هل أنا شفته صح؟ نعم. أكا شوف الشاشة، حط على الشاشة. الغدير ملك مربط الشقب. إحنا قاعدين نشوف الشيخ جعان. نقول له مبروك الناموس، وهاي السباق الثاني في الطريق إلى الوصول أو الحصول على جائزة التاج الثلاثي. الغدير فاز في جودوود، الحين فاز في شوط الخيول العربية الأصيلة، كأس العالم للخيول العربية الأصيلة في باريس لونغشان، وباقي له إن شاء الله السباق في الدوحة في فبراير اللي هي جائزة سمو الأمير، كأس سمو الأمير، وإن شاء الله إذا فاز فيها يأخذ التاج الثلاثي، ويكون الخيل الوحيد اللي يأخذها سنتين على التوالي. ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لهم، يستاهلون الناموس، يستاهلون يستاهلون. النتيجة واحدة، إن كانت قطر أو الإمارات أو السعودية أو البحرين أو عمان أو الكويت، النتيجة واحدة، ناموس ناموس عرب، ناموس الخليج، وإن شاء الله دائما في المقدمة. هذا حينه وقت الحشر، هذا وقت الحشر، سباق قطر قوس النصر الحين، هذا السباق اللي هو بخمسة مليون يورو، بخمسة مليون يورو الحين بينطلق، باقي دقيقة ونص. ها شوف العالم 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 كلهم أبوي، ها كلنا أبوي حابس أنفاسه. ها هذا أهم شيء، خمسة مليار يورو جايزته. كلهم ما شاء الله خياله بخيولهم، كلهم ما شاء الله حين جاهزين للانطلاقة. هذا أهم شوط فيهن كلهن، ما شاء الله انطلقن. شوف 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 هناك انت. تغير على حسب الأولوية، اللي جدة بيدور قدام. شوف العالم شوف العالم كل حابس الأنفاس، كل حابس الأنفاس، ما شاء الله. أمم 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 مليون، الله يجعلها ان شاء الله من نصيب المجتهد. ويا بعده الحين بيعيدون، شو الحين بيعيدون اللقطة، شو شو منو الاولاني الحين بيظهر، شو تعالي هاي ركزي، الحين بيظهر، شوفي تبعنا هذا
بعدين 16 7 منو 14 الحين حطت له اسامي اول على البحر دكتور 7 منو اسمه بلو ستوكينج منو ماله ما ادري عاد حقه اسمه حق قطر لا لا مش تبع ما عندنا احنا ما عندنا هذا مالنا شيء نحن فيها سارة واغمي عليها ما بال ما بال ما بال نحن ما بوياها يا أخي عالم ظهرنا عاد حينه من المكان اللي نحن فيه وحينه بنرويكم ان شاء الله تتويج اللي فايز بالخمسة مليون يورو يا ربي 5 مليون يورو قال هو اسمك ما عارفه انا شوف انت تتعادل هذا بالملايين هذا بالملايين روح شوف انت بالملايين ما اقول عنك شيء رقم 14 هذا هو بالملايين هذا بالملايين خطف بالملايين ما اقول عنك شيء Alors, cette arrière, Ross Ariane s'approche de nous avec le spotting. L'enchant fait du but. هذا بالملايين. هذا حرزافين عروس. هذا ترى بالملايين. هذا بالملايين. طف. يا ربي كم يركضون وراه ها شوف العالم. ها قلنا لكم أبوي. ما حلب ويربع الا اللي وراء الملايين هذو اللي وراء الملايين هذو ها ابشروا اللي وراء الملايين ها تقول ما صورت لكم اللي حصل ملايين هذو بالملايين كبرة طول بعمرك صورنا لكم بالملايين الله يسلمك قل ما شاء الله بس 5 مليون قل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وعمرك ان شاء الله الله يحفظك يطول لك عمرك مرحبا يا ولد العم شلونك حبيبي رغم ان اشد المحبين المقابلين تتبعك العافيه كيف حالك تعرف عليه الله يحفظك سامي العيسى الله يحفظك والله والنعم ونعم حالك الله يطول لي عمرك تستاهلون الله يبارك فيك ويطول لي عمرك الله يعطيكم ان شاء الله امين وياك لكن مجتهد النصيب اكيد يا حبيبي يطول لي عمرك هذا من طيبك يا حبيبي يطول عمرك اماركم ان شاء الله هذا الفارس هذا الفارس نازل من فوق الحصان ما في عين قطرة عيزان عيزة فقي وهذا الحصان ها ما يخلون يوقف ها يدور شلجله يجربون ما يركض الدم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ايه هذا بالملايين يوم يقولون بالملايين هذا بالملايين Voilà, on va
سرعة تجيبون أمير خالد بن سعود آل سعود. يتولي صوتكم يا هذا. أيوه اللي فاز يستاهل. يستاهل. الحين عاد التتويج. التتويج التتويج. يستاهل. هاي العرب كلها الحين صارت منصة التتويج. كل هاللوادم ها. وأنا في الفزعة. ما أدري اللي وصلني هناك الربع كلهم أبوي ما حد دخل. إلا أنا ما أدري كيف دخلت. ما أدري إلا من يودر. ربع توافيج. هي توافيج يقول. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا أبو محمد. وين جيت؟ تخطيت هالعرب كلهم. ما أقول عنك شيء. هذا الأمير هو اللي فاز. هاي مراسم التتويج. هاي طقوس التتويج. هذا الأمير اللي صار أمامكم الأمير. مراسم التتويج هاي طريقته. تقولوا ما صورتكم مراسم التتويج؟ حد إلا أنا كلهم الغلط صاروا. كيف حالك الله يسلمك؟ خلصت. كيف أنت؟ هذا أبوي. ترى تبي أصور وجهي الصبح. هذاك مسار النمير. هب 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 ما شاء الله عليهم. إيه. كابو في العربة طلع في العربة الأمير وعياله. الأمير وعياله طلعوا أبوي في العربة بيصيرون الحين هالطقوس التتويج. اي نعم الله ابد امره Les différentes personnalités sont à l'entrée du podium. Nous montrons un pour cette remise de prix. I'm not sure. Son altesse. Ask Abdallah. Michel Abdallah, Italie. No, it's a better one. Son excellence, chez nous. Il est un ambassadeur de Qatar en France. This is Beckett. He's coming. This is Beckett. Yeah. نيكولا وسامي. يلا. هاي نيكولا وسامي وخالد الخالدي. نعم. قرب الله ت. هذه هي تا مرب الله تتعري تهب يا عيد ناوية نتفيزة سارة وحين عاد للتتويج ايه 5 مليون يورو 5 ايه حتى الخيول غير حالها اللي تربوا الى كل راعي الملايين حتى الخيول غير ايه صفجونهم فوي ملايين بلا ما بيصفجونهم هلو مدام تبي تشوفون لي انا شو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انتم ما صورنا لكم هل بالملايين فزعه ايه ايه شوف داز في كل مكان ما
شوف العالم يا ربي. شوف شوفوا 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 شوف العرب كلها تحير على الملايين ملايين الملايين الملايين. شوف شوف العالم محتشرة. مبروك يا راعي الملايين مبروك. الحين يبتدي التتويج. حي ابو كلهم ما شاء الله عليهم هم اللي بيتوجون. ها ايه ماشي ناس عاديين لا لور الا كينج الامبراطور كلهم هالنمور ما حد ناس عادي. Et nous accueillons avec plaisir le propriétaire vainqueur, John Van Farr, c'est donc le prince Sardoul Vinicanetama qui nous rejoint sur ce podium pour recevoir ce superbe trophée. C'est ça, le limite. Le plus grand et par Bien sûr, pour cette belle réussite, nous allons le faire venir, c'est grand Kazakh, ce grand débat qui est à l'honneur aujourd'hui ici, à l'enchance. Bravo au propriétaire. On va accueillir maintenant un entraîneur qui a fait un superbe travail, il a suivi pour la première fois son nom, pas de arrêt de la course, Ralf Beckett. On va accueillir le chef de l'enfant pour sa première réussite dans ce Kazakh. Il vient récompenser à son tour sur ce podium. Hey. Les noms de Dieu de Saint-Père. Lord Madre Minou, le King Madre Minou, le. Voilà. Haït. Stahlo. النعم ماشي مبروك Et puis nous allons récompenser les pages de Pampard, c'est bien sûr les pages du propriétaire. On remet le trophée, c'est son Altesse Sérénissime, le prestataire de Monaco qui va remettre le trophée des pages à l'éleveur propriétaire pour cette grande visite aujourd'hui ici sur le grand rond donc de Longchamp. Voilà. L'élevage est récompensé, toute l'équipe de l'élevage de Longchamp est récompensée pour cette réussite. Et puis pour le cavalier d'entraînement, alors je ne sais pas si c'est avec tout le cavalier d'entraînement, donc qui s'occupe au quotidien de Louis Lucky. Voilà le podium de l'édition 2024 de ce 103e Gala Prix de l'Arc de Triomphe. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'hymne national du vainqueur.
Complémentaire, et on salue la présence de Marc-Marc sur ce podium qui représente les matchs par Claude, qui est avec nous pour son travail sur le racisme de Gérald, l'écriture de l'homme, bien sûr. Voilà, tu fais quelques photos au pied du podium pour les journalistes encore. Masha'Allah, allez. C'est le Khayyat. Fares. La première victoire dans cette épreuve. الأمير حصل 5 مليون يورو. يستاهل. يوم هذا نحن عندنا وصف. المال يتبع. المال نحن الحين نتكلم عن 5 مليون يورو. المال يتبع المال. ولا لو إحنا ماخذين 5 مليون جالس نسوي. أنت ما بيجي إلا القمر. سمعي نفس الشيء نفس الطينة. شوفي لذلك قيل المال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان. هي والله رب هي ودع مالك ودع نزل يبينا شامبو. شوفي اقول لك ودع مالك عند اللي عنده مال ودع عيالك عند اللي عنده عيال. والمال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان. هذا اللي تشوفون فندق من أجمل وصورته أجمل فنادق في العالم. المهم سارين محل نيبلكم نيبلنا مارونغ عاسي. إن شاء الله العالم يتريون. ها؟ بس هم يتريون الكوفي. أي كوفي؟ هذا أنجلة. هذا هو هذا؟ هي أنجلة. الناس تتريى الكوفي داخل. هي يلا طوف. العالم اللي خارج كلهم يتريون كرسي في الكافيه هذا اللي هناك. كل هالعالم زين نحن جايين حق المحل هذا. العالم ها كلهم يلسين داخل كل الجهاد. المول على شو هاللاين كامل اللي بيلسون كان اللي شراتنا بياخذون وبيظهرون ياخذون منها مال تيك اواي. يا ربي هالمكان منو وصف لي اياه انا؟ وصفت لي اياه نهى. نهى نبيل قالت لي هذا اخير مكان يبيعون المكرون هذا ويبيعون الاشياء هاي. ودك الا تطمش عليهم. هذا اهم شيء عندهم المكرون. انا اخذت المكرون هذا اخذت من هذا الشوكليت حق الجهال فيتر وشو بعد اخذت اشياء بعد مغير. المهم كتاب كامل عنها هاي انجلا هاي بسكارتنا في دبي هاي انجلين. ايوه شوف الخوف. المهم ان المكان في الناس شوف عاد انت استعينت شفت اللوادم قرب الله تنهى. والله يا جماعة الخير ما تخلي شيء ما تعرفه. ماخذ بيته هي بيته هي والغير والعيال ماخذ بيت هاك البيت الفنان. اي والله اليوم بتصير تبات فيه هي والغير يودرون الفندق. صدق تأخرت عليهم صدق. هذه لبسة ابو محمد لبسة أبو محمد لبسة المساء حين والسيدة جدا العشاء مع المجموعة كلهم فيه طبيعي وايد تأخرت عليهم ما يقوى بنص ساعة. هاي لبسة طلعت على مركب جاكيت أبيض شيشرات الفرو ومفرو وجوتي هذا والقميص والبنطلون بعد موالم الفانيلة. وهاي لبستي الفنانة الأنيقة الجميلة اللي الشيوخية. اليوم عاد اللبسة في النهار وفي الليل كلهم الفنانات. لبس غاوية
لو اني تحت هذا التركواز هم تركواز تركواز اظني او بترولي كنا. المهم اتقول اما فنان فنان ابو محمد فنان من الله خلقه وهو فنان وحين بعد بزوده بزوده عاد حين مره طاش الزين طاش الزين طاش مره طاش فكري طيس لطام البحر زين يلا اللقاء نخلف المطعم كلمة ريو والله وايد تاخرت عليهم ما له حاجه هذا بس الله وجهها للشخص هالجماعه كل الدكتور عمر عبد الغني مصور الشباب محمد صورتني انت ما صورت اي هذا اول بالي صورتك الحين صايدني شد علشان اجي اقعد في جنبك يعني خليك منك اسمعني خبيت يعني مسج قالوا لي من ترمسه حط التليفون جدا ونسيت اطلبه منه يا حمد شو هي يا حمد حمد اي والله عاد اليوم لازم يا حمد هي شله اشتهرت فيني هي مو لي صراحه لكن هي اشتهرت يعني في كل انجاز يعطونه يحتفل بالاغنيه هذه يا حمد زين كيف الحين شو الحل؟ شو الحل؟ ما عدل القصيده اليوم حلو ولكن غير عن غير عن يا حمد بس هذا غالي اللي طالب منك يا حمد اي والله شد انه غالي اي والله لو كل شيء في حمد بنقول شيء يعيك تسلم سامر يا ابو محمد يلا بس مو الحين شل الكاميرا خليني افكر بعد كيف خلني افكر الحين بقول لك ها سيده يقطع ما يقطع ما يقطع حابه دقيقتين اوكي يقول الله يسلمك من غيبته والله انه ضايق من صدري اللي غيابه مخلي حالتي حاله ما نام بدري لو اني ساري بدري على رجنه يجيني رقم جواله معقوله انه بحزن القلب ما يدري وما جيت في خاطره ولا على باله الله 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 سلام تصير انت بيت نبي نعرف اول مشاركه لك هو ومتى انشئ لك الديوان وفي وين وشو كانت المناسبه اول شيء اللي انشئوه هيئه ابو ظبي الله يجزاهم خير للديوان شاركت عندهم في مسابقه اخذت الاول على وصف المقناص والقصيده حضرت القصيده طويله واجد ابو محمد قل لا ما فينا عليها نبي شيء الخذ ها لو البيتين بتروم لو بيتين ان شاء الله اني اتذكر بدايتها بس أنا أعلمك أول شيء ويش سوالي أبو ظبي الله يجزاهم خير آمين راح والله يسلمك والله يا غير يشكن الجنة محمد بن خلف المجروعي حمد الله عليه وأخوي سلطان العميمي ألفوا لي ديوان اسمه النداوي نداوي نعم استاهل استاهل وياك خير ألفوا لي هالديوان إن شاء الله بشرك خلص يعني طبعاتك وحتى الأول في أبو ظبي استاهل لله رب العالمين سنة كم هذا؟ نتكلم عن سنة 2014-2015 شاعرنا اليوم هو من المسابقات اللي كانت تابعة لشاعرنا نعم الحمد لله رب العالمين هذه أول مشاركة لي استاهل وياك خير وسعيد نبه شيء انت تحبه دوم تترنم به يقول لا تغيب لاني ماني متعود على الجفا والشوق فيني يزود هموم صدري والعناء والضيقه وعذاب بعدا في الحشامه هول جزيتني بالصدر وانا مدري والهجرك ماني متزود من كثر ما جار السهر في عيني طاح الهدب والجفن منها سود ابسالك بالله تكفى قل لي وشلون حبك في حشاي مكود لجيت أبعد الخافقي عن حبك لقيت حبك في الحشا متجود رضيت في بعدك وكل عيوبك طعني ما دام اني دعيتك عود ولا تراني خايف الا تلقى قلبي على بعدك هذا متعود لحول 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 تقدر؟ لا ما اقدر ما اقدر لو تقدر ما سميت حافظ هالقصيده كلها ما بكفو ايه حتى قالوا من غاب عن عيني سلى عنها بالي نعم ما اتوقع المقوله هالتنقل يعني لكل حد كلام كلها اي لسان ما في عظم لسان ما في عظم يعلنا ما خلو منك يا ابو سعيد ولا يخلينا منك والله لا يخلينا منك ولا متابعينك اللي يوصونك عليه والله يا ريال يعشقونك يعشقونك كلها البلاد من السبع ليله في جيله كله متيم فيه سمعك طيبه خفيف على الشب فنان سلس طيب خدوم كيف ما يحبونك العرب يحبك يربع من قدر قال احبك يا ولدي قال احبك يا نافعي وانت نافع العرب كلها هل بالطير هل بالمقناط حبك ربك هل بالبحر هل بالبر الكبار الصغار التجار اللي عنده واللي ما عنده المقص ما تقصر كيف ما تباهم يحبونك انا انحرج خفيف وخفيف على الجب خفيف على الجب حد من العرب والله انا بس يا ربي يحبك
اطلع المشهد لا من اليوم كل اللي يحبك وكل اللي يسلم عليك يعني لانك تحبني اي والله يا ربي يحبك يا ابو محمد حتى ابقى الخليج كلهم مع محبته اي شيء فريش اللهم لك الحمد من هالخير اي شيء محمد ايش لا ما انت ليش ما تاكل هذه؟ وانا اشوفها انت ليش ما تاكل هذه؟ خلص العشاء وانت تاكل انا ما ترى حد من تبقى قصه وحد ما الحين ما في أنيه من الجوع من صبح ما ندرى ما بسم الله عليك قطع التصوير شوي خلنا نتعشى وجه الخير المعلومات هاي كلها محمد عبد الغني شو عن المطعم هذا مطعم يوناني إيه جديد جديد يعني شو معلوماتك عنه أنا ما عندي معلومات صراحة بس من حوينا ما شاء الله ولا شيء زين إيه دكتور من اللي عزمنا من اللي مدحه أنت هي زين ومن اللي طلب العشاء دكتور انا ومحمد والله عظيم زين دكتور شو خلفيك عن المطعم هذا المطعم هاي الكوزين ماله ميديترينيان اللي هو المأكولات البحر الابيض المتوسط إيه؟ مركز اكثر شيء على المطبخ اليوناني اللي يعرفون جايا تقريبا نفس كونسبت مطعم جايا لكن انا عندي هاي اجمل واحلى دعايه مبطنه في منه فرعين في فرع في باريس في فرع في كان اهل كان يعرفون عدل المهم المطعم فنان وانا بعمان ما صورت لكم الاكل هي اكلهم تحس انه خليجي يعني ولذيذ كل اغلبها كلهم لذيذ لين الحين ما اكلت شيء عادي كل اللي كان كله زين لين الحين كله ستارت اب وكل شو الفيلو منهم هي 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 الله اكبر حلوه عجبه كل شيء زين المهم اكلهم فنان وننصح فيه ماما يبي لي هذا وداو تا ايس زين المهم اكلهم فنان والمطعم عليه رضوان من الله لا تقولوا ما قلنا لكم فنان وغير نمونه خفيف اكلهم ما فيه هاك السقم هاي التركيبات الوايده خفيف وسلطات وعندك ودونك ما اكل ثجيل يعني لين الحين هذا كله حي خبايب لين الحين ما ابتدى المندش كلنا ما بتندم يزيد من هذا لذيذ شو هذا انا اذا جاني شيء اعطيتك اياه انت اذا جاك زين لا فقير اي والله انا اقول لكم فنان من زمان الحركه من الشيف يبي ما يبى له رمسه هذا لحم مع الأوغلو أرزو ها شرات الرزوتو مثل هذا اللحم مثل لسان العصفور عند المصريين أيوة مثل لسان العصفور هذا هو المهم أكل وايد على فكرة ما رمت أصور الدنيا وايد يريدوها لكن ما بعنا بطار بمسوي العربي أصور الأكل المهم أكلهم فنان المطعم هذا إيه هذا سمك give me from the tail for me هذا نفس الشيء اللي كان على لابوستر عبي يكودني من العين ولا لابوستر خلنا هناك علي قرب الله هلي هي وقفت له بتفرمي لابوستر هتكود لي هذا من هذا هلو بد لابوستر بابا منك لابوستر هتكودني انت كله من العين ايه بعد يقول كتت this is not enough يا بابا هرب الله تي قايس علي ظهر هاي قال ترى شيء حاط لك من قبل من تيسك هرب الله لا اضحك وياك والله سوي سوالف والله حبيبتي ده حبيبتي